شوف انا اساسا ما نحبش نهضر بشعبويه، انا ما نحبش نهضر بهذه الطريقه هذه. يفو ايفيتي نهضروا بواقعيه، الواقعيه هي اللي تبقى. تنظيم مثل هذه المسابقات مهم، مانيش نقول لك حنا لافريك راهي يعني القبله الجزائر، يعني الناس راهي تشوف كاين ناس ربما كيما حنا اقل منا وكاين ناس احسن منا، يعني ما نكذبوش الناس راهي تترشح دير كاس العالم يعني الاكابر، ما نساوش هذه جنوب افريقيا ضربت كاس العالم يعني اون 2010، يعني كاين ناس احسن منا، لكن نشوفوا حنا الايجابيه ديالنا. حنايا تطورنا في ظرف سنتين عندك ملاعب نظم اربع دورات كبيره، هذا شيء مهم لنا رياضيا واستراتيجيا وسياسيا. الواجهه تاعك تتغير، انك تجيب ضيوف كبار اشاك فوا الالجيري في منافس كره القدم اللي عندها شعبيه واسعه مهم جدا. درك نفهمك مدى اهميه المسابقات في كره القدم البعيده عن المنتخب الاول. كي تنظم مسابقه ليديسات ايفا وفي مينين وفينال تشامبيونز ليغ، تبين لكل العالم بانك انت عندك المرافق وعندك قدره على التنظيم والناس تجيك والتظاهرات تنجح عندك. قطر مثلا قبل تنظيمها لكاس العالم للاكابر، تقول لي المقارنه بعيده شويه ولكن نتوقف فيها لان مهمه. قبل ذلك كانت يعني تفتح يعني ابوابها لكل المسابقات، ماتش يعني ماتش ريال مدريد باريس سان جيرمان تلعب تما، فينال ثاني نفس الشيء، فينال تاع ايطاليا دوريات السوبر مثلا، دوريات السوبر كل شيء في التنس في كل شيء، كل المباريات اللي عندها مهمه تفتحها، كانت تحضر وتبين يعني دير لا بروموسيون ليها. الناس على اساس عندها القدره على الارتقاء بالتنظيم الى اعلى الدرجات. حنا واش يصرى اليوم هو النقطه الايجابيه، الجزائر في ظرف ست شهور، نقول لك سنتين، في ست شهور رانا درنا ربع مسابقات مهمه جدا. سي لاكي بور الجيري، رانا مترشحين وبقوه بور لا كان 2025، ندوها ما ندوهاش سي نوتر بير دو مونش، يبقى القرار في 23 عضو من اعضاء المكتب التنفيذي، ولكن انت دائما حاضر. ربما هناك حديث غير مؤكد، هناك حديث اقول غير مؤكد، قريتها يعني في كالكو سيت، ان سيت جو بونس لا دو، يقول لك ممكن انه الكاف ممكن ماهوش مؤكد الخبر ان تجرد الكوت ديفوار من شرف تنظيم كان 2023 لانها غير جاهزه، ممكن انها تعود للجزائر. يعني شوفوا رانا مالغري ما راناش ليكزيكيتيف ورانا بعاد على مصدر صناعه القرار، كون انت واحد ديماري تجري 100 متر واحد راهو 50 متر وانت تقلع موراه. المغرب عنده كلمه في المكتب التنفيذي، لاكاف رانا ما كاش ولكن رانا حاضرين بربما انه بثقه للجزائر، بعيد عن جانب الرياض، بثقه للجزائر حاضرين ونديسيديو في 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 الى غايه يكون عندنا عضو في المكتب التنفيذي. مادام رانا يعني في نفس يعني على دون سي ميم بي ديغاليتي مع الماروك مع عده بلدان فيها قويه لاحتضان اكبر المسابقات، يعني على الاقل راك في منعرج جديد ليسوق لك الواجهه تاعك رياضيا وسياسيا.